السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على التو انسترومنت كومباريزون في الاي بي ايفالويتور. هنلاحظ ان التو انسترومنت كومباريزون ستاتستيكال موديول ريليتد قوي للمالتيبل انسترومنت كومباريزون، وده اللي هنشرحه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. هنلاقي انه التو انسترومنت كومباريزون ده بيلبي احتياجات الكلية للمختبرات اللي هي accredited زي الكاب او الكنديان accreditation، الكاب اللي هو الكوليج اوف امريكان باثولوجيست. لان انت بتحتاج، لو انت accredited lab تحتاج ان انت تعمل comparison مرتين في السنة، يعني كل 6 شهور. فده هيلبي لك احتياجات الكليه في السيمي انوال comparison اللي انت المفروض تعملها. الحاجة التانية كمان بيديك وسيلة مهمة جدا ان انت تقدر تعمل كومبير للبوينت اوف كير انسترومنت، اوكي، مع اللاب ماشين، وخصوصا الجلوكوميتر. لو انت عندك جلوكوميتر اللي بيعتبر بوينت اوف كير ديفايس، ممكن تستخدم الموديول ده عشان تعمل كومباريزون ما بين الجلوكوميتر واللاب انسترومنت. لو هنلاحظ هنا في التو انسترومنت كومباريزون، احنا ما بنستخدمش اللينير ريجريشن في الكونكلوجن بتاعنا باس ولا فيل، اوكي. لو احنا فاكرين الالترنيت ميثود كومباريزون كنا بنستخدم اللينير ريجريشن، لكن هنا احنا بنستخدم رول تانية مختلفه اللي هو الايه، الاندكس ايرور، اوكي. بنستخدم الاندكس ايرور. لو الاندكس ايرور ده ما بين ماينس 1 و1 يبقى الريزلت بتاعتي باس. هتبقى فيل امتى؟ لو الاندكس ايرور بتاعي اقل من ماينس 1 او اكبر من 1، يبقى دي الرول اللي انا بستخدمها، اوكي، تو ديسايد باس اور فيل. سوفت وير نفسه هيديني اذا كان الاكسبيرمنت بتاعتي باس اور فيل، وزي ما هنشوف في السوفت وير لما نيجي نفتحه. انه كمان بيديني وسيله ان انا اقدر اعمل فيريفاي للنيو لوت نمبر بتاع الريجنت. انت عندك لوت نمبر جديد من الريجنت وعايز تطمن انه النيو لوت نمبر بيديك نفس الريزلت بتاعت الكرنت لوت نمبر، فتقدر تعمل كومباريزون ما بين الكرنت ريجنت لوت نمبر والنيو ريجنت لوت نمبر باستخدام التو انسترومنت كومباريزون. لو بصينا على الاشتراطات بتاعت الانسترومنت كومباريزون، انا محتاج اقل حاجه من 5 لـ10 سبيسمن، مش اقل من 5. لكن في الانالايتس اللي هي بتبقى الرينج بتاعها عالي زي الاي 2 او البيتا اتش سي جي، الاثنين دول الرينج بتاعهم بيبقى عالي قوي وبحتاج اعمل لهم دايليوشن في معظم الاوقات، الافضل ان انا استخدم 40 سامبل. يبقى بستخدم 40 سامبل لما يكون عندي الانالايت بعمل له دايليوشن. لو انالايت عادي بستخدم من 5 لـ10 سامبل. لكن الاهم من ده كله انه الريزلت بتاعتي كلها او السبيسمن كلها تكون كفر للريبورتابل رينج بتاعي، ما تكونوش متكومين في اللو او الهاي اند، اوكي. وفي نفس الوقت يكونوا قريبين من الميديكال ديسيشن بوينت، يبقى من 5 لـ10 لو انالايت عادي، 40 لو بعمل دايليوشن للانالايت، وبيكونوا كفر للريبورتابل رينج بتاعي ويكونوا قريبين من الميديكال ديسيشن بوينت. تو انسترومنت كومباريزون كمان في ميزه حلوه جدا انه في لوجاريتميك سكيل، وده بيفيدني فين؟ في الداتا، او وده بيفيدني في ايه؟ في الانالايتس اللي انا اتكلمت عليها زي الاي 2 او البيتا اتش سي جي اللي هي الرينج بتاعها عالي قوي وبعملها ديليوشن عشان يسهل لي عملية ان انا اشوف البوينتس بتاعتي بسهولة جدا، وخصوصا عند اللو ان. لما تكون الرينج بتاع الانالايت كبير وبعمل له دايليوشن، فحلاقي بوينتس كتير متكومة فوق بعضها، وخصوصا عند اللو ان مش هتبقى واضحة. لما بستخدم اللوغاريتميك سكيل بيفردهم بطريقة اوضح، فاقدر اشوف النتائج بتاعتي بصورة اسهل. الحاجة المهمة لازم اعرف امتى الاكسبيرمنت بتاعتي باس اور فيل. لو انا هستخدم اقل من 20 سبيسمن، زي ما قلنا مثلا من 5
لعشرة، هتبقى المشكلة انه لو اي سبيسمن اوتسايد الاندكس ايرور الاكسبيرمنت بتاعتي فيل. يبقى لو استخدمت اقل من 20، لو استخدمت من 5 ل 19، يبقى لازم كل النتائج تبقى ايه؟ وزن الاندكس ايه؟ ايرور بتاعي. لو استخدمت من 20 فيما فوق، بيبقى عندي لحد 5% من السبيسمن بتاعتي ممكن تكون ايه؟ اوتسايد الايه؟ الاندكس ايرور. اكتر من 5% هتبقى ايه؟ برضو فيل. 5 ل 19 لو عندي واحدة بس بره هتخلي الاكسبيرمنت فيل. لو استخدمت من 20 فيما فوق هيبقى عندي في حدود 5% ان تكون اوت الاندكس ايرور وستيل اكسبتد. اكتر من 5% الاستادي بتاعتي هتبقى فيل. هنفتح دلوقتي السوفت وير ونشوف الدنيا ماشية. فتحنا هنا احنا البرنامج بتاعنا، طبعا البروجكت بتاعنا اللي هو الكيمستري ابوت سي اي 4100. هقول اوكي. فتحنا البرنامج هنا، هنروح على الميثود كومباريزون، على التو انسترومنت كومباريزون. اوكي، هنروح على اكسبيرمنت نيو، هنبدا نحط الاكس ميثود الجهاز بتاعنا وليكن الفيترس، والواي ميثود الابوت، والانالايت اللي احنا هنعمله الجلوكوز. اوكي، هيفتح لي الصفحه بتاعت البارامترز، هختار اليونت بتاعتي ملي مول. طبعا نختار الريجنت لوت نمبر. اوكي، بالنسبة للفيترس والابوت اللوت نمبر بتاعه. اوكي، هو مش مانديتوري لكن زي ما بقول دايما مهم ان انت ايه تحط. طبعا اللي قلاه بالايرور الكونسنتريشن اللي هو 0.33 او 10%. ريبورتابل رينج مش مانديتوري بس برضو يفضل ان انت تحطه 2.5، يعني ده مش هيمنعك ان انت تعمل الاستادي بتاعتك من 2.5 ل 18. الميديكال ديسيشن بوينت 2.5 2.8 5.1 10، ممكن احط كمان 18. معاك 5 decision point ممكن تحطه. مجرد اقول اوكي تبدا يطلع لي هنا السكاترد بلوت بتاعي طبعا فاضي. لو بصيت على الداش لاين البلو دي اللي هي الميديكال ديسيشن بوينت اللي انا حددتها عندي. طيب هنا الزون دي اللي هي الصفرة دي الحدود بتاعه الالاوبل ايرور بتاعتي اللي المفروض الداتا كلها تبقى وزن الشادد اريا دي. اوكي، اي حاجه بره الشادد اريا دي هتبقى اوت لايرز. اوكي، طبعا هروح اخد الداتا بتاعتي اعمل كوبي واروح اعمل بيست. بص تلاقي ادي الداتا بتاعتي كلها موجوده وزن الشادد اريا. ولو لاحظت هنا اهو جايب لي باس يس بالاخضر، لو مش باس هيجيب لي هنا انه فيلد. اوكي، هروح هنا على الايرور اندكس، هبص الاقي برضو الشادد اريا دي هي دي الاوت لايرز بتاعتي. هنا الجزء الابيض ده كله اللي هو الالاوبل ايرور بتاعي، ممكن الداتا بتاعتي تبقى موجوده في الجزء الابيض. معنى كده الاندكس ايرور بتاعي لكل الداتا دي وزن الماينس 1 وال1. اي داتا هتقع في الشادد اريا معنى كده ان الاندكس ايرور بتاعها يا اما اكبر من ماينس 1 او اكبر من الواحد. اوكي،
هروح على الستاتستكس بيج، هبص هلاقي هنا زي ما قلنا انه انا هنا المهم عندي الاندكس ايرور، هلاقي الاندكس ايرور من ماينس 0.61 ل 0.91، اوكي يعني وزن ماينس 1 تو 1، فمعنى كده انه الاستادي بتاعتي اكسبتد. الكفرج ريشيو هتلاقي 96%. ايه الكفرج ريشيو؟ اللي هي انه انا الداتا بتاعتي كفر ل 96% من الريبورتابل رينج، عشان كده هتلاقي انه في كل منطقه في داتا عندي مش متكومه في جزء معين. ف 96% بتقول لي والله هو الايدلي تبقى 100%، بس انت صعب ان انت توصل لل 100%، وان كان مش مستحيل يعني، لكن انا مغطي من الريبورتابل رينج بتاعي 96%، ودي نسبه كويسه جدا. طبعا زي ما اتكلمنا ان الديمينج ريجريشن هنا فور يور انفورميشن مش هستخدمها ابدا لان انا اعمل كونكلوجن على ان الاستادي دي باس او فيل، مش زي الالترنيت ميثود كومباريزون. لو فاكرين الالترنيت ميثود كومباريزون كانت الديمينج ريجريشن هي الاساس في الحكم على الاستادي، هنا لا، هنا الاندكس ايرور هو الحكم على اذا كان الاستادي دي باس او فيل. اوكي، هنلاقي عندي هنا في لوج سكيل، لو ضغطت على اللوج سكيل هتدوس هتلاقي شكل السكاترد بلوت اتغير شويه والداتا فردت شويه، وده يمكن بستخدمه لما يكون عندي داتا كتير قوي في منطقه اللو هنا، اوكي متكومه قوي على بعض، او يكون الريبورتابل رينج بتاعي واسع جدا لدرجه انه ايه ما اقدرش اشوفه بسهوله في السكاتر بلوت العادي، زي مثلا البيتا اتش سي جي مثلا، فبيبقى فيها بالثاوزندز وفي مثلا بالخمسين والستين والسبعين. فالريبورتابل رينج الواسع قوي ده يفضل فيه ان انت تستخدم اللوج، اوكي هيفرد لك الداتا بحيث ان انت تبقى ايه سهل جدا ان انت تشوفها. فانت لو بصيت هنا، لو شلت الداتا هنا موجوده، لو بصيت في الجزئيه دي هتلاقيها متكومه شويه، لما بستخدم اللوج هنا بدات تفرد الداتا فبدات واضحه اكتر، اوكي وده ما بيأثرش على الستاتستكس بتاعتي بالنسبه للستاتستكس اللي انا بعمل كونكلوجن على اساسها اللي هو الاندكس ايرور. هو بيأثر هنا بس على الديمينج ريجريشن، انه بيغير بدل ما كان بيستخدم الايكويشن العاديه بيستخدم هنا ايكويشن باللوج ستادي، ودي انت بالنسبه لك مش مهمه في اذا كان الاستادي باس او فيل. اوكي فاحنا بس مجرد ان انا بستخدم اللوج سكيل ده، اوكي لو الداتا بتاعتي كتيره والرينج بتاعي واسع قوي والداتا اكيوميليتد فوق بعضها. لو رحنا على الريبورت هلاقي الريبورت هنا التايتل بتاعه تو انسوم كومباريزون، اوكي وجايب لي الايفالويشن بتاعت الريزلت وكاتب لي هنا ذا تيست باس، اوكي وده كله اساسا على الايرور اندكس، اوكي مش على الديمينج ريجريشن. تمام، زي ما قلنا انت ممكن تستخدم اقل حاجه 5 بوينت، بس طبعا كل ما يكون عندك بوينتس اكتر ده هيفيدك في الاستادي، وهتبقى الاستادي ادق بكتير جدا. بس وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.